احنا قلنا الكلام ده برضو، اكدنا عليه امبارح في الحلقه اللي حضراتكم فاكرين، وقلنا هو ده النادي الاهلي منظومه متكامله، وده اللي اكد عليه برضو كابتن محمود الخطيب، ورفض تماما، هو رفض تماما الحديث عن فقدان الفريق للاعيبه الدوليين مع اللي هم مع المنتخب، لان هم في مهمه، قلنا الكلام ده قبل كده، في مهمه وطنيه واكيد مصر اولا. هو وضح كمان ان النادي لما عرف قبل فتره بتعارض موعد بطوله الامم الافريقيه مع كاس العالم للانديه، هو اتحرك بكل قوه في كافه الاتجاهات المشروعه، وتمت مخاطبه كمان الفيفا والاتحاد الافريقي لكره القدم، وقبلها كان الاتحاد المصري لكره القدم كمان، عشان يطلع بمسؤوليه زي ما بيتقال كده في هذا الشان. وبعدين كان في اتصالات مكثفه وقتها، واعلن رئيس اتحاد الكره في الوقت ده كمان ان المنتخب هيشارك في كاس الامم بكل اللعيبه، وان الاهلي كمان هيشارك في بطوله العالم للانديه بكل اللعيبه، واكيد مش يعني ولن تكون، هو اكد كده وقال مش هتكون هناك مشكله. لكن اللي حصل يعني للأسف الشديد الواقع كان أن في النهاية تفاجأنا بتعارض مواعيد البطولتين، وحدث ما حدث زي ما حضراتكم أكيد تابعته. وبالتالي كان قرار النادي الأهلي أن هو لكل شيء قبل كل شيء في مصلحة، وهي مصلحة مصر أكيد اللي بتيجي أولا. وكمان فكرتين، نجاح لعيب الأهلي في رفع اسم مصر مع زملائهم في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية ده شيء في غاية الأهمية، وأكد أن ده أمر أكيد بيسعد كل الأهلوية، وجماهير الأهلي كمان هي أول من تساند منتخب بلادها. فالكلام ده يعني أكد عليه كابتن محمود الخطيب، الكلام ده إحنا بنأكد عليه، الكلام ده النادي الأهلي بيأكد عليه، فمفيش أي مشاكل خالص، وأعتقد الصورة دلوقتي يا كريم واضحة يعني. طبعا طبعا.